نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا بعنوان حلم المواطنة والوحدة الوطنية يصبح واقعا يعيشه المصريون بفضل دولة 30 من يونيو. وأبرز تقرير رؤية المؤسسات الدولية ووسائل الإعلام الأجنبية لملف المواطنة في مصر، حيث أشارت اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية إلى مواصلة التحسن للحريات الدينية في مصر، فضلا عن الاستمرار في تقديم مبادرات لتعزيز التسامح الديني. من جانبها أكدت خدمة أبحاث الكونغرس الأمريكي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه منصبه وهو يدعو إلى مزيد من التعايش والوحدة الوطنية.